بوجه الشكر في البداية للمجلس القومي لحقوق الإنسان على الدعوة الكريمة اللي أنا تلقيتها لحضور هذه ورشة العمل. والحقيقة أنا تلقيتها بكل سرور، وحسيت إن فعلا هيكون هيكون وجودي فيها واستماعي لكل الآراء والمقترحات والمناقشات اللي هتثار في هذه ورشة العمل هيكون محل يعني تقدير، لأن احنا فعلا في مرحلة بتتطلب ان احنا نستمع لكل الآراء وكل المقترحات، لأن دي سنة ابتدعها السيد الرئيس بداية من لقاءاته اللي عقدها مع القوى السياسية والشعبية والعمال والفلاحين والشباب وممثلي المحافظات. وكان من ضمن الأسئلة المطروحة أي الأنظمة يفضلونها في المجلس النيابي القادم إن شاء الله. بعد كده تلقينا في الرئاسة مقترحات عديدة تتعلق بالنظام الانتخابي المقترح، وفي نفس الوقت الرئيس كان حريص على أنه يشكل لجنة لدراسة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب اللي هو أصبح اسمه في الدستور الجديد مجلس النواب. والهدف ان اللجنة مش بتشتغل من بمجهودات ذاتية قد ما بتشتغل في دور ما أثير سابقا من مقترحات وما تلقته رئاسة من ملاحظات أو مقترحات. وفي نفس الوقت الرئيس حدد في القرار بتاعه ان بعد ما اللجنة تنتهي من إعداد مشروعه القانونين يعرض على القوى السياسية والشعبية لإبداء الملاحظات والمقترحات حتى يأتي في النهاية جهد مقبول من المواطنين ويتلائم مع رغبة القوى الشعبية والظروف اللي بتمر بها البلد. الحقيقة ان الدستور المعدل وان كان يعني خول السيد رئيس الجمهورية في القوانين التي سيصدرها اختيار اي الأنظمة سواء كان النظام المطلق عليه الفردي او المصطلح الادق اللي هو نظام الأغلبية او القوائم او الخلط بينهم، الا ان هو الاختيار هنا مش مطلق انما مقيد بالنسبه لتقسيم الدوائر، ومقيد بان الدستور الزم ان يبقى في تمثيل مناسب للمراه وفقا للماده 11 من الدستور، وبعدين تمثيل ملائم للعمال والفلاحين وللشباب والمسيحيين والمصريين في الخارج وذوي الاعاقه. وبالتالي المساله دي كلها هتكون تحت نظر اللجنه. وعشان كده انا بقول لما بحضر مثل هذه الورش بتكون مفيدة جدا حتى أكون على دراية بكل ما يثار وبكل ما هو جيد وجديد في مقترحات تفيد اللجنة في إنهاء عملها بما يحقق مطالب الشعب بتاعنا اللي قام بثورتين ومنتظر من الدولة إنها تقدم له قوانين تتوافق مع رغبته ومع الهدف إن احنا نوصل بإكمال الاستحقاقات الدستورية بعد ما أكملنا الدستور، ثم إن شاء الله ننهي الانتخابات الرئاسية، ثم ننتخب مجلس النواب القادم يمثل إرادة حقيقية للشعب، ونصل في النهاية لدولة ديمقراطية تصل للمرجو اللي احنا دايما بنهدف بلدنا اللي احنا كلنا بننتمي لها وبنحس اننا مدينين لها بوجودنا وبكل ما وصلنا اليه، ان احنا نصل ببلدنا الى مصاف الدول المتقدمه في المجال الديمقراطي بان احنا نثبت للعالم ان احنا بنعمل انتخابات نزيهه وديمقراطيه ولا يوجد فيها اي شبهه خلل او اعوار يعيب سواء الرئاسة أو البرلمان القادم بإذن الله، وربنا يوفقنا جميعا للوصول لبلدنا لما نتمناه. وشكرا.